تعتبر كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة باتنا إثنان من أكبر الكليات من حيث تعداد الطلبة، إذ بلغ عددهم بالنسبة للسنة الجامعية السابقة 5492 طالبا و 388 أستاذا، من بينهم أساتذة من صنف الأستاذية ذو السمعة العالمية متمثلون في 90 أستاذا محاضرا، 77 أستاذا محاضرا صنف ألف، 92 أستاذا محاضرا صنف باء، 77 أستاذا مساعدا صنف ألف، 52 أستاذا مساعدا صنف باء. أما من حيث المنشآت القاعدية فالكلية تعتمد على موقعين. الموقع الأول موجود بمركز عبروق مدني المعروف باسم كيب آن والمتواجد بوسط مدينة باتنا، والموقع الثاني موجود على مستوى جامعة باتنا إثنان بفيسديس. الكلية تضم 7 أقسام، تتواجد 3 أقسام منها على مستوى فيسديس، هي قسم الهندسة المدنية، قسم الري، قسم التكوين القاعدي ST، وتتواجد الأقسام الأخرى في كيب واحد وهي قسم الميكانيك وقسم الإلكترونيك وقسم الكهرباء التقنية وقسم الهندسة الصناعية. كما يوجد على مستوى موقع عمروخ مدني بهو تكنولوجي كبير مخصص للأعمال التطبيقية للطلبة ويحتوي آلات الخراطة. الكلية مزودة أيضا بمخابر للأعمال التطبيقية لتخصصات الميكانيك الطاقوية والإلكترونيك والكهروتقني. كما تعرض الكلية 13 تخصصا في ليسونس و 32 تخصصا في الماستر. يمكنكم الاطلاع عليها وعلى المزيد من المعلومات في موقع الكلية. في السنوات الثلاثة الأخيرة عدد من طلبة الكلية تحصلوا على منح لإكمال دراستهم في ليسونس والماستر في دول نذكر منها المجر، ليتوانيا، بولندا.